اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. معاناة الوداد قبل مواجهة الأهلي. قال وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إن فريقه يعاني من ضغط المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري قبل مواجهة الأهلي الاثنين المقبل في نهائي دوري الأبطال. وأشار وليد الركراكي في تصريحات تلفزيونية إلى أن الوداد سوف يحصل على مساندة جماهيره الكبيرة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ولكن الجماهير لن تسجل الأهداف ضد الأهلي. وشدد مدرب نادي الوداد الرياضي على أن لاعبي الوداد مطالبين بتسجيل في شبابيك الأهلي من أجل الفوز بهذا اللقب. وأنهى الركراكي حديثه بالقول بأنه ضغط المباريات في الفترة الأخيرة تسبب في إصابات كثيرة داخل فريق الوداد الرياضي. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. يا رب قاسم رامو ذكريات.